روح بستين داهية كيف تنقل باللبناني؟ باللبناني باللبناني يعني اللبنيز اكسنت يعني داهية ايه باللبناني؟ سلانك سلانك داهية؟ سلانك سلانك كيف بقلوها؟ سلانك عادي روح الله لا يوفقك روح الله لا يوفقك داهية داهية يعني داهية؟ مصيبة يعني مصيبة مصيبة؟ مصيبة طيب يا ضلي خليكي معي اوكي بالمصري هلا بدك ترجم لبنان لمصري اوكي تقبر عظامي ما اهضمك اللبنانيين عندهم اكسبريشنز غير طبيعيه انا بحبك هلا عيدها عيد 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 تقبر عظامي ما اهضمك يخرب بيتك قد ايه لذيذ لا بالمصري ما بقول لك بالمصري يخرب بيتك قد ايه لذيذ ما عندك اكيد لماما نحله عشان تجيب لنا عسل بس احنا مخترعين بتحبي تاكل فوارغ بلبنان؟ فوارغ؟ لا ايه فوارغ بمصر؟ ممبار واي لاف ات ممبار 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 بس انتوا بتعملوها بطريقه غير مختلفه أيوة. تماما وانا مره اتعزمت على عزومه فوارغ ان بتحب قوي الفوارغ رحت عملوا لي طبق قد كده فوارغ بصيت عليها قلت ممبار ممبار بس كم تانس بيقول ممبار من ممبار تانس نكتنش حال برافو كمين شو هيدا شو برافو كمين هيدا بس عليك يلا ممبار ناس قال هلا مصري على اللبناني ابنك سامي بيتشعبط بالبيت ايه ابنك سامي بيتشعبط بالبيت عايزه باللبناني ايه ابنك سامي بيتشعبط بالبيت بيحر بالبيت بيتشايطن 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 بحر ده الطبيعي على فكره حرار يعني ده كلام اوانطا بينقال باللبناني اوانطا بينقال باللبناني اوانطا كمان ده كلام اوانطا بينقال باللبناني اوانطا عندنا في لبنان بنقول اوانطجي اوانطجي باي لجنه بيعيط له اوانطجي شو يعني بتجنن كثير ذكرته عم بحكي شغله عم بعيط طق حنك طق حنك كذاب يعني كذاب لا اوانطس يعني محتال يعني اخر وحده اخر وحده واصعب وحده مش عارف كوعه من بوعه اوف ثانيه واحده حسين بصديق مش عارف بالمصري. حاجه مش عارف حاجه من حاجه مش عارف ربنا حط اثنين ايوه نسرين برافو المفروض يكون عندي ايه كيسة منى صليبة ايمن كيسونة بالتمثيل بالتقديم ولا بتفضلي اكثر يكون عرض ازياء ضيفنا بمنى وجر لا صراحة بالتقديم لانه ليل صراحة اللي بيقدموا وهن عندهم ستيل خاص فيهم ومحافظين وعنده سرعة البديهة ومش ناطر انه يكون عم بيقرأ قدامه بالتمثيل يمكن في كتير شباب ناجحين بالتمثيل بس بالتقديم انا لانه عندي حساسية على مهنة الاعلام بشكل عام والمقدمين بشكل خاص فمن النادر انه نلاقي حدا كامل وبيأدي جيد يعني حلو وبيأدي حلو فبالتالي بقول ايمن بالتقديم مرسي حيط استحيل بالتقديم ايه عن جد مثل ما عم تحكي منى من بعد ما غبت انت عن التلفزيون وببرامج المواهب اشتقنا لحدا يعطي هيدي الروح الشبابيه واللايت لانه عم نشوف اشياء ما عم نحبها كثير ايمن اخر شيء عملت تون اوف كاش كان بلبنان من 2000 و... لا عملت تون اوف كاش عملت سوبر سبلاش سوري عملت سبلاش عملت سبلاش بلبنان على ال بي سي عملت تون اوف كاش سبلاش وعملت العائله الاقوى على دبي مصر الدائره بلبنان عندك شيء قريبا؟ لا انا ونسرين عمالين بنفكر في كومبايند شو لسه بنكتبه بقى لنا فتره بنكتبه انت ونسرين؟ يس اي شو؟ توب سيكريت سربرايز يعني احنا وي رايتنج ذا كونسبت اوف ات فحنشوف دلوقتي احنا تقديم برنامج منوعات؟ برنامج تعرضوه على الشاشات اللبنانيه ولا مصريه؟ خلينا بقى احنا رايت ناو احنا وير ان ذا بروسيس اوف رايتنج بنكتب الفكره فحنشوف دلوقتي حنعمل بيها ايه كير بينتش طب ما بقى تغلي هلا بالسعر خلينا اقعد سوا